كعب جرافيتي بكعب جرافيتي يعتلي الاهلي قمه الترتيب. معي في هذه الاثناء الكابتن ماجد حسن. ماجد اول شيء نقول لكم مبروك على هذه النتيجه. توقعتوا تطلعون بالنتيجه بفارق هدف في المباراه هاي؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحن بغض النظر ان توقعنا ما توقعنا، نحن جايين نفوز باي نتيجه. يعني نحن ترى انت في الدوري اهم شيء 3 نقاط، تفوز 2 تفوز 1 اخر شيء تاخذ 3 نقاط، فاهم شيء يعني الحمد لله سوينا اللي علينا. واليوم شوي الجو حار وتاثرنا بالجو، والحمد لله نفسها المباراه تخلصها بهدف او هدفين، نفس الشيء اهم شيء 3 نقاط الحمد لله. كيف شفت الدفاع الشعب اليوم مع قوه مهاجمي الاهلي؟ لا والله فريق الشعب صراحه، انا اقول لك فريق الشعب فريق جدا محترم، وحتى المباراه الطافيه اللي خسرها دوم يؤدي ودوم يلعب بس اخر شيء يخسر، بس انا اشوف ان فريق الشعب بيتحسن الفتره الجايه وبيكون افضل عن جد. اتمنى لكم التوفيق ومبروكين. شكرا. نعم اخوي محمد، طبعا هذا كان لقائنا مع الكابتن ماجد حسن.